اشتهر بأنه أغنى فقير في العالم، واعتبره البعض بطلاً مثل مهاتما غاندي والأم تيريزا. ولد الباكستاني عبد الستار إيدهي عام 1928، ومنذ صغره عودته أمه على حب الخير والعطاء، وزرعت فيه بذور الرحمة والإنسانية. في عام 1939 أصيبت والدته بالشلل، ورغم أنه كان وقتها لم يتجاوز 11 عاماً من عمره، إلا أنه تكفل برعايتها بالكامل من إطعام وعلاج وتنظيف وغيره. كرس عبد الستار كل حياته لخدمة أمه، ولانشغاله بها لم يكمل تعليمه، وعندما توفيت وعمره 19 عاماً قرر أن يبذل جهده ليوفر لكل المرضى المحتاجين رعاية صحية جيدة ويكفل لهم تكاليف العلاج. عمل عبد الستار بائعاً متجولاً لتحقيق حلمه الإنساني، وحينما أدرك أن تلك المهنة لن توصله لهدفه أخذ يتسول ويجمع التبرعات. أنشأ عام 1951 خيمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية للفقراء، وأقنع أطباء بالتطوع معه، واشترى سيارة إسعاف كان يقودها بنفسه لإنقاذ المرضى. بمرور الوقت وثق الباكستانيون بعبد الستار وانهالت عليه التبرعات، فتوسع أكثر وأكثر وأنشأ مؤسسة إيدهي الخيرية. وفرت المؤسسة مئات المراكز والمستوصفات الطبية ومراكز رعاية الأمومة، وخصصت للفقراء مقابر خاصة بهم، وقدمت المساعدات لكبار السن والمعاقين والمدمنين، كما وفرت مئات الملاجئ للأطفال والنساء الذين يتعرضون للعنف الأسري. وامتلكت المؤسسة أسطولاً من سيارات الإسعاف وطائرات مجهزة طبياً. لم تكتفي فقط بالوجود في باكستان، بل قدمت المساعدات لبلاد عديدة منها أمريكا، وعلى مدار السنوات أنقذت المؤسسة أكثر من 20,000 لقيط، ورعت ما يزيد عن 50,000 يتيم، اعتبرهم عبد الستار أبناءه. حظي الرجل الباكستاني بشعبية كبيرة في العالم، وفاز بعدة جوائز مرموقة، كما أطلق عليه ألقاباً عديدة منها إمبراطور الخير وأبو الفقراء وأغنى رجل فقير في العالم، لأنه كان لا يمتلك سوى عباءتين ويعيش في شقة متواضعة مع زوجته وأبنائه. في عام 2013 أصيب عبد الستار بفشل كلوي، عرض عليه رئيس باكستان التكفل بمصاريف علاجه بالخارج، إلا أنه رفض وأصر على الذهاب إلى مستشفى حكومي في باكستان، وأوصى قبل وفاته بالتبرع بجميع أعضائه للمحتاجين، لكن المرض دمر أجهزة جسمه وحرمه من تطبيق وصيته. وفي عام 2016 لفظ أنفاسه الأخيرة، تاركاً خلفه واحدة من كبرى المؤسسات الخيرية في العالم. شاركنا، هل يمكن أن تكرس حياتك لخدمة الآخرين؟